أهلين، توني خلصت من ويهي، بس قبل ما أخبركم شو حسيت بغيت أقول لكم إن أنا برويكم كيف لازم تستخدمون الجهاز على جزء بسيط من إيدي حتى يكون عندكم فكرة عن طريقة استخدام تريا. وشي ثاني، إذا بتسيرون السوق وتدورون على أجهزة ليزر، في أكثر عن نوعية، أكثر عن براندز، بس يعني معلومة مهمة بخبركم إن الجهاز في الأسواق يحتوي على شعاع الـ IPL، والـ IPL ما يخلص من الشعر نهائياً. هم بيقولوا لكم استخدموا هالجهاز وبعد شهر بتخلصون من الشعر، بس هالمعلومة خاطئة، لأن التريا هو الجهاز الوحيد في السوق اللي it's FDA approved، وهو ليزر، يعني مو IPL ليت. بس يعني شو الفايدة أخذ جهاز فيها IPL technology والشعر يرد يطلع مرة ثانية؟ عشان شي أنا أخذت تريا لأنه من أفضل والأحسن أجهزة اللي حصلتها في السوق، وشفت وايد ريفيوز عنه في تلفزيون on the doctors وأوبرا، فكنت وايد متحمسة أشتري هالجهاز. أوكي، الحين وأخيرا مثل ما وعدكم بعطيكم نتائج تريا بعد استخدمته أول مرة على وجهي، ويعني الجهاز كان جدا مريح وما حسيت بأي ألم نهائيا إلا بحرارة خفيفة، وهالشي جدا طبيعي، لازم تحسون بحرارة من بعيد. وما أخذ مني وقت وايد، يمكن 5 ولا 6 دقائق بالكثير، واستخدمتها على درجة الخامسة، وإن شاء الله الجلسة الثانية بيكون بعد أسبوعين، فبخبركم النتائج كل شيء عقب أسبوعين إن شاء الله، ومع السلامة.